مناسبات عيد الطفولة أتمنى لجميع الأطفال أتمنى لجميع الأطفال أن يكونوا سعداء. مناسبة اليوم عيد الطفولة أتينا اليوم للعب في حديقة آية الحاج. حضرت هذا الحفل بمناسبة اليوم الوطني للطفل الذي أقامته هو حديقة تسلية آية الحاج وأقامت فيه هي وأقامت فيه مختلف نشاطات منها الرسم منها المطالعة منها الكتاب منها الخط العربي منها الصلوبان. تزامن افتتاح الطبعة العاشرة لمهرجان الثقافي محل قراءة في احتفال بالاحتفاء باليوم العالمي للطفولة وهو العهد الجديد الذي تجدده مؤسسات الثقافية لإعطاء الطفل جانب من الأريحية جانب من الحقوق من الواجبات التي ينبغي علينا كأولياء لإعطائهم رمزية ذات بعد وطني ذات بعد تاريخي وهذا ما نلاحظه ونجسده في العديد من البرامج الثقافية على مدار السنة.